اذا هلا بعد ما حكينا المره الماضيه حكينا عن تغيير الار روتور ديزاين. بتغيير الروتور ديزاين بغير شغلتين، شو بتعتقد الشغلتين اللي بغيرهم لما بغير الروتور ديزاين تصميم الروتور؟ ايش الشغله اللي حكينا عنها هلا بتتغير؟ الريزيستنس. بس كمان بتغير معي الرياكتنس. هو سميناه اكس 2 وهذا سميناه ار 2 اللي انت سميته ار ار داش واكس اكس ار ار داش واكس ار داش مش هيك؟ في بعض الخطوط بتستعمل ار ار فار ار من الروتور يعني وداش يعني ريفير تو ذا برايمري وهون اكس ار يعني الروتور اكس ريفير تو ذا برايمري. حسب وين بحط البارز تبعون الروتور وكيف بصممهم بتغير معي الريزيستنس والرياكتنس. ففي عندنا فاجوا قالوا بدل ما احنا نعمل واو روتر اندكشن موتور راح نعمل نغير الديزاين تبع الروتر فصار عندنا في اربع ديزاين كلاسز. الاربع ديزاين كلاسز هاي لها سبيد تور كيرفز مختلفه راح احاول ارسمهم الان هون بالكتاب وبعدين عندنا هون بالكتاب. بدي اعملهم باراليل بحط معاهم الاستعمال هو ما بستعمل الوان بروتر بستعمل يكون الستيتر مختلف ديزاين تبع الستيتر مختلف. خلينا ارسم لكم اياها من هون. اسمهم كلاس A وB وC وD. هدول فيهم الروتر مختلف ومستعملهم لتطبيقات مختلفه. فهون راح ارسم الديزاين كلاسز الاربعه. هدول الديزاين كلاسز اسمهم A وB وC وD. ليش بيختلفوا A و B و C و D عن بعض؟ بيختلفوا ب R R و X R فبيطلع معي سبيد تور كيرف مختلف. يعني مثلا هون كلاس A مرسوم بالشكل التالي وهذه عندي تقريبا هون 200% يعني من الريتد تور. هذا ديزاين كلاس A. لاحظوا هذا بيشبه الى حد كبير اللي احنا كنا دائما نرسمه. الستارتنج تورك اقل بس الافشنسي عالي هون. هذا ايه؟ بي بيشبه الى حد ما ايه لكن هاي المنطقه اقل شوي. هذا هون بي هذا هون سي اعطاني هاي الستارتنج تورك سي ودي هون لاحظوا في الدي في عندي فيري هاي ستارتنج تورك في الدي واقل ستارتنج تورك تقريبا في الاي والبي. هذا حسب تصميمات مختلفه. فمثلا كثير الاشياء اللي فيها ستارتنج كثير زي المصاعد بيستخدموا عاده فيها الدي بتعطيني ستارتنج تورك عالي. انا ما بقضي وقت كثير هون عشان اقلق على الافشنسي بس لو عندي بامب او شيء مستمر بضل شغال باستمرار وما في شيء ستارتنج، البامب ما فيها ستارتنج تورك عالي تبعت المي، بفضل اني اضلها. هلا هدول انا ما بطلب منكم ترسموا بالشكل هذا، بس تفهم انه في كلاسز مختلفة A و B و C و D. شو اللي سبب الكلاسز هاي المختلفة؟ التغيير في التصميم، التغيير في التصميم، تغيير R R وتغيير X R. R R هو المقاوم، X R كل ما كان الروتر بارز بعاد عن الستيكر بزيد عندي الـ X R فبزيد عندي الرياكتنس وهدول تطبيقات مختلفة، هذه بتوصل تقريبا 300%. شو يعني 300%؟ ايش 300% من ايش؟ من الريت التورك. تمام، اذا الريت التورك يعني هذا طول ثلاث اضعاف هذا الطول اللي هو الريت التورك فبعطيني ثلاث اضعاف الستارتنج تورك ثلاث اضعاف الريت التورك. دكتور نعم. طيب كيف بيصلحوا مشكلة الافشنسي بالنسبة للمصاعد؟ إذا كان عندك كثير هو ما بيقضي وقت كثير في هذا الوضع، هلا هو طبعا الأجهزة الحديثة بطلت نشغل هيك، صرنا نشغل على فيربل فريكونسي فيربل فولت فيربل فريكونسي درايف. مش هيك؟ معظم الأجهزة الحديثة اللي فيها ستارتنج وستوبنج وفيربل سبيد شو بستخدمها؟ فيربل فولتج فيربل فريكونسي، هاي المشاكل كلها تقريبا بتنتهي. بقدر أتحكم فيه وأمشي على السرعة اللي بدي إياها وأستعمل الكيرف اللي بدي إياها.